احنا وقفنا عند قوله ويصلي بهم ويصلي بهم ركعتين. احنا ما زلنا في صلاة الاستسقاء. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية الاختصار، تكلمنا فيه على صلاة الاستسقاء، ووقفنا عند قول صاحب المتن أبو شجاع، صاحب المتن أبي شجاع، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين. وهذه هي الصورة الكاملة لصلاة الاستسقاء، أنه يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يخطب، أو يخطب ثم يصلي ركعتين. وقلنا إن أقلها أن يكتفي بالدعاء خلف الصلوات أو خلف الدروس أو خلف الخطبة أو إلى آخره. وهذه هي الحالة والصورة الأكمل. والصورة الوسط أن يكتفي بالصلاة من غير دعاء. وهذه أن يجمع بينهما، أن يصلي صلاة الاستسقاء وأن يدعو عقبها. قال ويصلي بهم. الشراح يقولون إن الذي يصلي بهم هو الإمام أو من ينوب عن الإمام، يعني إما رئيس الدولة في عصرنا الحاضر، ورئيس الدولة بيفوض وزير الأوقاف المسؤول عن المساجد، والمسؤول عن المساجد بيفوض الأئمة والوعاظ في المساجد أن يصلوا بها. ومثل يعني رئيس الدولة ما إذا تغلب إنسان بقوته ومنعته وما له من جيوش على مكان ما، وفرض أحكامه على هذا المكان على سبيل المثال، فإنه إذا أراد أن يصلي بهؤلاء الناس فإنه يصلي بهم صلاة الاستسقاء. ولذلك في الكتب يقول لك ذو شوكة مطاع في البلاد، مثل الخليفة ومثل رئيس الدولة في هذا. يصلي ركعتين ولا بد أن ينوي في هاتين الركعتين صلاة الاستسقاء، لأنها صلاة ذات سبب، لابد أن ينوي أولا الصلاة ثم بعد ذلك ينوي ذلك السبب. وهل يجوز الزيادة على هاتين الركعتين؟ المعتمد في المذهب أنه لا يجوز الزيادة على تلك الركعتين لأنهما هكذا وردتا. واختلف الأصحاب في ذلك، ولكن هذا هو المعتمد أنه لا تجوز الزيادة عليهما. لكن هتجد مثلا لما تقرأ في كتب ابن حجر التحفة على سبيل المثال، أو تقرأ النهاية للرملة، يقع فيها خلاف وارتباك واضطراب، هل يجوز الزيادة أو لا يجوز الزيادة. لكن الذي يعني انتهت إليه كلمة المحققين واعتمدته المدارس من بعدهم أنه لا تجوز الزيادة على تلك الركعتين. ما صورة هاتين الركعتين وكيف يصليان؟ قالوا كما في المتن يصليان كصلاة العيدين، مثل صلاة العيدين بالضبط، إلا في النية. فأنت في صلاة الاستسقاء هتنوي الاستسقاء، وفي صلاة العيدين هتنوي العيدين، وإلا في الوقت. لكنك افرض ان احنا هنصلي صلاة الاستسقاء ليلا، مفيش مشكلة، بعد العصر مفيش مشكلة، هنصليها قبل طلوع الفجر مفيش مشكلة، هنصليها قبل طلوع الشمس مفيش مشكلة. طب هو مش وقت كراهة؟ ما قلنا بقى هذه لها سبب،
وسببها متقدم كما ذكرنا قبل ذلك. فهيئتها كهيئة صلاة العيدين، يعني في أولها كده يقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يقول كل تكبيرة في نفس الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، زي صلاة العيد بالضبط. ويستحب أن يأتي بين كل تكبيرتين بذكر بقدر آية معتدلة، وأفضل الذكر الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ويسن أن يكون ذلك جهرا، لأن ده اللي بيعمل كده الإمام، ويقرأ في الركعة الأولى بقاف، والركعة الثانية باقتربت سورة القمر، أو يقرأ بهل أتاك حديث الغشية في الركعة الثانية وفي الأولى سبح اسم ربك الأعلى، قياسا على صلاة العيدين. طيب، يبقى يصلي بهم أي الإمام ركعتين كصلاة العيدين، والتشبيه كما قلنا ليس من كل وجه، يعني هو شبهها هنا بصلاة العيدين ولكن ليس التشبيه من كل وجه. قلش بقى خلاص أنا هنوي صلاة الاستسقاء صلاة العيدين، بنية صلاة العيدين، لا ده أنت تبقى يعني حاجة حلوة، لأن التشبيه ليس من كل وجه. طيب، صلى الركعتين والحمد لله رب العالمين جهرا وقرأ ويعني ذكر وإلى آخره، ثم بعد ذلك سلم من تلك الركعتين، ماذا يفعل؟ نقوم نروح ولا لسه باقي جملة نأتي بها؟ قال بعد ذلك الخطبة، يخطب على سبيل الند لا على سبيل الوجوب، فلو تركها لما كان عليه إثم. وفي هذه تؤخر الخطبة عن الركعتين، ويجوز أن يخطب قبل الركعتين على خلاف صلاة العيد. يبقى هنا ممكن إن هو يصلي بعدها، يخطب بعدها، ما فيش مانع، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأولى كما قال المحققون. ويجوز أن يأتي بالخطبتين قبلها كصلاة الجمعة، ما فيش مانع، القضية كلها ما فيهاش يعني حتم، لأن المقصود هو الدعاء ورفع البلاء عن الأمة، الأمة في قحط وفي شدة وفي بلاء وفي حاجة شديدة إلى الماء، الأرض جف ماؤها ولم تنبت، والسماء يعني لم تمطر، والناس في كرب شديد بسبب قلة المياه أو عدمها، فالقضاء كلها محتاجين إلى استجابة الدعاء كخطبة، ويخطب كخطبتي العيدين في الأركان وغيرهما، إلا في جواز التقديم، يعني هم زي خطبة زي خطبة العيد، إلا إن خطبة العيد لا تقدم على الصلاة بل لابد أن تفعل بعد الصلاة، ولكن في الاستسقاء ممكن قبل وممكن بعد. يخطب أي خطبتين، طب لو خطب خطبة واحدة لا تكفي، بل لابد لتحصيل السنة من أن يأتي بالخطبة الثانية. طب وهل يفتتحها كما
يفتتح خطبة العيد بالتكبير؟ لا، يفتتحها بما هو مناسب لها. صلاة العيد مناسب لها التكبير، وهنا مناسب لها الاستغفار، ولكن يستغفر الله، وأقل ذلك أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أو استغفروا وهكذا. ويستحب أن يأتي وأن يكثر من دعاء الكرب. لماذا؟ لأن الناس في جدب، والماء قليل، والماء يعني هو عنصر مهم جدا من عناصر الحياة. ما فيش ماء يعني الجنس البشري سينتهي، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. وأن يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. بدل ما يأتي بأستغفر الله، الأفضل أن يأتي بهذا يعني الثناء، وهذا يعني الذكر لله سبحانه وتعالى. طيب، يفتتح الخطبة الأولى بالاستغفار تسعا، يعني يأتي بذلك يعني تلك الصيغة تسع مرات في أول الخطبتين. طيب، وفي الخطبة الثانية يقولها سبعا. يبقى في خطبة أولى تسعة أستغفر الله أقلهم، وخطبة ثانية أستغفر الله ثانيها. وصيغة الاستغفار الكاملة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا بد أن تكون، أو يعني يجوز أن تكون الخطبتان بعد الركعتين، ولذلك قال بعدهما، ومن غير الأولى أن تكون الخطبة قبل الركعتين كما ذكرنا. ويحول رداءه، من اللي يحول رداءه؟ خطيب. ويفعل الناس معه كذلك، هم قاعدين اول ما يحول الرداء عامل حاجه زي الشال ده كده، الرداء عامل زي الشال، لاحسن حد يفهم ان هو الجلابيه يقوم قلعها ولابسها بالعكس، يبقى ده يعني ايه مش فاهم حاجه. خلي بالك كمان التحويل ده مش للنساء، التحويل ده للرجال، لحسن الواحدة تقرأ من دول قراءة يعني مبتورة وتقوم قال لا مش عايزين كده، احنا عايزين نطبق السنة، وعايزين ربنا يمطرنا يعني بوابل من الرحمة لا بوابل من العذاب. ويحول، وهذا التحويل مندوب إليه. طب هو بيحول ليه؟ التحويل ده في معنى التغيير، في معنى التبديل. ولما بيحول رداءه بيحول الشال ده، واخد بالك، بيجعل اليمين شمال، وبيجعل الشمال هكذا يمين، وحصل معه التنكيس، لان اللي فوق اللي تحت جه فوق، واخد بالك. وطبعا لسه هنديكم برضك يعني فيها كده ايه صوره لطيفه. ويقول لك التحويل والتنكيس متلازمان، بيجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. طبعا انتم متلبسوش أردية دلوقتي ولا حاجة، كفاية عليكم الطواقي. طيب، قال تفاؤلا، يبقى هذا التحويل القصد منه الإشارة إلى التفاؤل بأن الله سبحانه وتعالى يحول الأمر من قحط شديد
وجدب عنيد إلى رخاء وإلى مطر وإلى ماء يعم الأرض. طب وده في تفاؤل، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل وكان يحب الفأل الحسن. فلما تغير الرداء كده من جهة إلى جهة، من يمين إلى يسار، ومن أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى، ده بيعطي إشارة إلى أن ربنا سيغير الأحوال، وده في تفاؤل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، والفأل الحسن ده أخرجه الحاكم في المستدرك، وأراد بالتحويل ما يشمل التنكيس. الشارح كده المحقق الباجوري بيقول لك، وأراد اللي هو أبو شجاع بالتحويل، التحويل الذي يشتمل على التنكيس. تحويل يعني بنغير الحالة من وضع إلى وضع. طب ما هو التنكيس كذلك، ما هو التنكيس لما أنت بتجعل الأعلى الأسفل أعلى والأعلى أسفل، ما هو أنت كذلك كده بتغير. يعني هات مثلا أن أنت عاملها كده وقلبتها وخليتها كده، غيرت ولا ما غيرتش؟ طيب لما انت كده بالطريقة دي غيرت ولفيت حاجة مكان حاجة، التحويل انك انت تأتي باليمين وتجعله مكان الشمال، وتأتي بالشمال وتجعله مكان اليمين. طب ما هو دوت كمان معه التنكيس، لأن التنكيس ده أن أنت بتخلي الواطي فوق والعالي تحت، يبقى ده معاه كمان الإيه؟ معاه التحويل. قال وأراد بالتحويل ما يشمل التنكيس، ولذلك بيقول أنه هو جعله، ولذلك قال فيجعل يمينه يسراه، يجعل يمينه يسرى، يعني الطرف اللي كان على اليمين اجعله على اليسار. ما هو كده لو انا عملته على اليسار كده، طب لو رفعته فوق، يبقى كده خلاص حصل معه التحويل وحصل معه كذلك التنكيس. واعلاه اسفله، لو حاطط حاجه حاط الطرف هنا كده اهو، خليه ينزله، يعني يجعل اللي اعلى اسفل والاسفل يجعله اعلى، لان الرداء حته وما حته قماشه زي دي كده اهو، مش جلابيه يعني. واعلاه اسفله، ولذلك المحقق الباجوري بيقول لك ويحصلان معا بفعل واحد، يعني التحويل يحصل بنفس الفعل الذي يحصل به التنكيس، والتنكيس يحصل بنفس الفعل الذي يحصل به التحويل. بأن يمسك، هنا الباء للتصوير، صورته ايه؟ أن يمسك بيده اليمنى طرف ردائه الأسفل. أهي بصوا، أهي اليمين فين؟ أهي اليمين أهي تحت كده أهو، دي تحت ودي فوق كده، زي ملابس الإحرام بالظبط، ودي يسار أهي ناحية اليسار. هيعمل إيه؟ إيدي اليمين أهي هياخذ الطرف ده، أنا متصورها كده، ويرفعها كده، وياخذ إيده دي كده أهو وينزل دي كده، العكس ولا الرداء حاجة تانية؟ ما هو الرداء حتة قماشة كده طويلة بيلبسوها كده اهو، بتبقى زي دي كده اهو، لو فردناها ولبسناها هتبقى كده اهو، وبيرفعها كده اهو كده اهو، واحيانا ينزلها كده وهكذا. ولذلك بص اهو بيقول لك اهو، بيقول لك بأن يمسك بيده اليمنى طرف ردائه الأسفل من جهة يساره، طرف الرداء الأسفل أهو
من جهة اليسار اهو، مش ده لي جهة يسار، همسكه كده من جهة اليسار اهي، دي جهة اليسار ودي جهة اليمين خلاص، وهعمله فوق كده بس بيكون ده باليمين اهو كده، هو ارفعه باليمين وخالب بقى علشان يبقى فيه تحويل، واقوم جايب اللي فوق اللي هنا فوق على جهة اليمين اجعله تحت بس، ويبقى كده خلصنا. قال ويحول الناس معه، يعني يسن للناس عندما يحول الامام ان يحولوا معهم في وقت الخطبة. ومحل التحويل بعد استقبال القبلة، يعني يستقبل الإمام القبلة ويحول، ثم يستقبل المأمومون القبلة ويحول معهم. ويسن أن يكون وقت تحويل المأموم في وقت تحويل الإمام. والمراد بالناس الذين يحولون هم الذكور، فلا يحول الإناث، لأنه لو حوله عورته ما تنكشف، لابسه رداء هتيجي تحوله، على ما تحول يكون المسألة راحت شمال في يمين. ومثل تحويل الخطيب، فيجعلون أي يمين أرديتهم يسارها وبالعكس، فيجعلون يمين أرديتهم يسارها، اليمين هاخده على اليسار واليسار هاخده على اليمين، وخلصنا والحمد لله. ويجعلون أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها، ويكثر من الدعاء سرا وجهرا، وليكن من دعائه كما قال المحقق: اللهم أنت أمرتنا بدعائك ادعوني أستجب لكم، ووعدتنا بإجابتك أستجب، وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. كانوا بيقولوا يا رب حقق لنا إيه ما وعدت، وأنفذ يعني أنجز لنا ما إيه ما أردت. ويسن أن يرفع يديه ويجعل ظهورها إلى السماء، يجعل ظهر إيده للسماء، ده بطن وده ظهر، يعمل كده، يبقى الظهر ده اهو، الظهر ده يبقى للسماء كده وبيدعي. ولو عند الفاظ التحصيل على المعتمد، حتى ولو كان عند ايه الالفاظ التي يحصل بها يعني تحقيق المراد، يا رب اعطنا، يا رب انزل علينا، ما كل دي الفاظ تحصيل، لأن هم قالوا إن يعني العادة جارية بأن الإنسان عندما يأتي ويدفع الضر بيدفعه بالطريقة دي كده، لما تيجي تريد أن تدفع الشر بتدفعه كده، لما تيجي تريد أن تحصله بتعمل كده. والحكمة في ذلك أن القاصد دفع شيء يدفعه بظهور يديه، بخلاف القاصد حصول شيء فإنه يحصله ببطونهما. يبقى القاصد دفع شيء يدفعه بظهور يديه كده اهو، تدفعه كده، بخلاف القاصد حصول شيء، لما تيجي تحصل شيء بتعمل كده اهو، ها مش كده، بتاخد وتدي بالايه بالتحصيل كده اهو، لما تيجي تدفع حاجة عنك بتعمل كده، ده دي العادة يعني. وحيث أسر الخطيب أسر القوم بالدعاء، يعني عندما يسر الخطيب بالدعاء يسر كذلك القوم بالدعاء. وحيث جهر الخطيب بالدعاء جهروا كذلك بالدعاء، يعني في وقت الجهر يجهر وفي وقت السر يسر. ويكثر الخطيب من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طيب، قال ويكثر الخطيب من الاستغفار، لأن الاستغفار ده سبب من أسباب الرزق كما قال الله سبحانه وتعالى. ويقرأ في قوله ويقرأ قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهنا الشيخ الباجوري ذكر فائدة جميلة جدا، وهو بيقول لك إن يعني كان الإمام يقرأ استغفروا ربكم حثا لهم على الاستغفار. يعني الإمام لما بيستغفر بيحث الحاضرين على أن يستغفروا كذلك. والاستغفار مناسب للمقام، لأن ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فأكيد الكذب ده من أنفسنا، من ذنوبنا، مما أحدثناه. فلما نستغفر يعني الذنوب يعني تضمحل، فإذا اضمحلت الذنوب وذهبت ارتفع البلاء. إنه كان غفارا، في لطيفة هنا ذكرها الإمام الباجوري، وقال لك إن كان المسندة إلى الله سبحانه وتعالى بتدل على الاستمرار، وكان المسندة إلى غير الله سبحانه وتعالى لا تدل على الاستمرار. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، هو كان ولم يزل. تقول كده كان ولم يزل، يعني كان غفارا قدما ولا زال غفارا في المستقبل الذي لا ينقطع. فكان إذا أسندت إلى الله دلت على يعني الماضي والحال والحاضر والمستقبل وعدم الانقطاع، لأنها أسندت إلى واجب الوجود، فهي تتشرب من هذا المعنى. وأما إذا أسندت إلى يعني جائز الوجود فإنها تدل على الزمان، وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهي منزوعة الزمان، لأنه لا زمان، هو الذي خلق الزمان. طيب، هذه يعني لطيفة، وأعزاها الإمام الباجوري إلى يعني الثعالبي في تفسيره. ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي في الخطبة الأولى، أي بدعائه الذي دعا به في خطبته. وهذا الدعاء أسنده سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مختصره المسمى بمختصر المزني، وأيضا أخرجه الإمام البيهقي، وهو موجود في بعض نسخ المتن غير موجود في البعض الآخر، ولكن مطبوعه بس جميل. قال ويدعو في الخطبة الأولى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم، يبقى الميم هذه قائمة مقام ياء النداء، يعني يا الله، فحذفت ياء النداء اللي هي يا الله، وعوض عنها الميم في آخره فصار اللهم. يبقى الميم هنا عوض عن ايه؟ عن يا، مش يا رب يا الله، ولا يا رب دي جملة إنشائية. اللهم يعني يا الله اجعلها سقيا رحمة. شوف بقى الدعاء ده يعني فيه من البلاغة وفيه من التوكيدات المعنوية الكثير. سقيا رحمة يعني اللهم اسقنا سقيا تكون نتيجتها وأثرها الرحمة، لأن في سقيا عذاب، واخد بالك، ينزل المطر، هذا المطر يغرق ويدمر الأخضر واليابس، ده عذاب، ده جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وهذا الجند وهو المطر
إذا أراد الله أن يهلك به أحدا أهلكه، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم به أحدا رحمه به. فلما كان المطر أحيانا يأتي للرخاء وللنماء وللرحمة، ويأتي أحيانا للإغراق. شوف ربنا بيقول لك ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. طيب قال سقيا رحمة، أي سقنا، عرفنا دي، لا سقيا عذاب، يعني اللهم لا تجعلها سقيا تكون أثرها ونتيجتها العذاب الذي يلحقنا بالغرق وبالتدمير وبالإغراق. سقيا رحمة لا سقيا عذاب، يعني لا تجعلها سقيا يكون نتيجتها وأثرها العذاب بالإغراق وبالمحو والآخر، ولا محق، يعني ولا تجعلها كذلك محق، يعني تهلك وتذهب الأخضر واليابس، ولا بلاء بفتح الباء والمد، بلاء مش بلا، البلاء غير البلا، هنا بلاء يعني في اختبار، في تعب، في مشقة، في محنة، ولا هدم، يعني وكذلك لا تجعلها هدم، هدم ده بسكون الدال، يعني السقيا التي تهدم الأبنية. طب والهدم هو نفس البناء، يبقى عندنا هدم اللي هو ايه؟ السقيا التي يكون مآلها التدمير. طب والهدم هي الأشياء المدمرة. ولا غرق، يعني ولا تجعلها كذلك هلاكا بالماء، يعني المطر يصل إلى الحدود التي نصل، يعني تؤدي إلى الإغراق والقتل بالغرق. اللهم على الضراب، أي اللهم اجعلها نازلة على التلال الصغيرة ومنابت الشجر، يعني واجعلها كذلك حاصلة وكائنة على منابت الشجر، يعني على الأماكن التي تنبت عليها، يعني أصول الأشجار، اللهم اجعلها حوالين أصول الأشجار حتى تتشربها الأشجار، وبطون الأودية، الوادي ده عبارة عن إيه؟ حفرة كده، يعني اجعلها في هذه الحفر. اللهم حوالينا، يعني أنزل المطر حوالينا في الجهات التي تحيط بنا لا علينا، يعني لا تنزله علينا، ولو نزل علينا هيغرقنا هيهلكنا. اللهم أسقنا، أو اللهم اسقنا، اسقنا بهمزة قطع أو وصل، غيثا يعني أسقنا مطرا، مغيثا يعني ينقذنا من البلاء ومن الشدة ومن القحط، هنيئا يعني سهلا، إذا شربناه لم يحصل لنا شيء من، يعني الإنسان يشرق. قال مريئا بالمد والهمز أيضا، مريئا على وزن هنيئا، يقول لك هنيئا مريئا، المصريين كده لما تجلس عندهم، المصريين القدامى يعني مش الأجيال التي نحن فيها الآن، كان يقول لك هنيئا مريئا، هنيئا مريئا يعني إيه؟ يعني أنه يعني يكون سهلا، لا يؤدي إلى يعني الغصة، ومريئا يعني يكون محمود العاقبة،
لا يترتب عليه مغص في المعدة. يعني هو نازل يبقى نازل سهل، ما يحصلش فيه شرقان. قوله مريعا بفتح الميم وكسر الراء، يعني يترتب عليه خصوبة ويترتب عليه حصول الزرع، ويصح قراءته مرتعا بضم الميم وسكون الراء وكسر التاء، مرتي أي محصلا للرتع. الرتع اللي هو ايه؟ تقول لك إن رتعت الماشية، يعني أنها أكلت حيثما شاءت. سخاء سخا مش سخاء سخا بفتح السين وتشديد الحاء المهملتين، أي شديد الواقع على الأرض، يبقى جرمه قوي، جرمه كده كثيف وينزل على الأرض بقوة، يسمع له صوت حتى يغوص في الأرض، ما يبقى قوي كده وينزل على الأرض بقوة يغوص في هذه الأرض الطينية. عاما يعني يشمل كل الأرض، لا يخلو موضع منه. طبقا يعني ايه طبقان؟ لا لسه، غدقا عاما، غدقا غدقا يعني يأتي به كثير الخير. غدق يعني ايه؟ هيترتب عليه كثرة خير، او يأتي به المطر الكبير، حباته كبيرة. غدقا بفتح الغين والدال أي عذبا، وقيل كثير الماء والخير، إما هو ماء عذب أو يكون كثير الماء والخير. طبقا أي يطبق على جميع الأرض فيصير عليها كالطبق، برضك فيها معنى العموم والشمول، كأنك حطيت الطبق على الأرض يبقى يشملها ويعمها، يبقى عاما مع طبقا ده للتأكيد. مجللا يكسو الأرض، أرضك نفس الكلام، عارف الجل بتاع الفرس ده بيحب قدم الفرس، زي الشبشب ولا زي الجزمة اللي بنلبسها بتحب القدم، وده برضك محيط. وكل الألفاظ دي معناها إيه؟ معناها التأكيد في الدعاء والإلحاح، التأكيد والإلحاح، لأن الإلحاح معناه أن تكرر الكلام أكثر من مرة، يا رب نزل علينا المطر، يا رب نزل، يا رب نزل، ولكن بعبارات مختلفة معناها واحد. دائما إلى يوم الدين، أي مستمرا في وقت الحاجة إلى يوم الجزاء. اللهم دائما إلى يوم الدين، اللهم يعني يا الله أسقنا الغيث، ده تأكيد لأنه قاله قبل ذلك، ولا تجعلنا من القانطين، يعني لا تجعلنا من الذين ييأسون من رحمتك. وذكر علماؤنا أن اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر. اللهم إن بالبلاد، بالبلاد ده طبعا الشيخ الباجوري بيقول لك ما عدا الملائكة، وإن كان لفظ البلاد يشمل، إن بالعباد والبلاد، فبيقول العباد غير الملائكة، لأن الملائكة مش محتاجين لمثل هذا، لأنهم لا يشربون ولا يتبولون ولا يأكلون ولا إلى آخره. والبلاد ده برضك عطف، ويقول لك عليه من عطف المحل على الحال، لأن البلاد ديت الأماكن، والعباد الذين يقيمون في الأماكن، فده من عطف ايه؟ يقول لك عطف البلاد على العباد من عطف المحل على الحل فيها، كلام لطيف. من الجهد او الجهد المشقة والتعب، والجوع خلو المعدة من الطعام، الجوع خلو المعدة من الطعام، المصريين يقول لك الجوع كافر، يعني الجوع عدو كالكافر بالظبط.
ولو كان الجوع رجلا لايه؟ لقى شو الواد ده قايلها اول الناس لانه شكله حاسس بيه. والجوع والضنك، الضنك اللي هي الشده والضيق. ما لا نشكو الا اليك، يعني لا نشكو لاحد سواك. ما لا نشكو الا اليك، لانك تزيل الشكوى ولا يزيلها الا انت. اللهم انبت لنا الزرع، يعني اخرج لنا الزرع من الارض. هو حد بيعمل حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى؟ وادر لنا الضرع، كناية عن ان البهائم لما يعني تشرب الماء وتأكل في المرعى وتأكل النبات وتأكل الزروع، بعد ذلك يحصل الايه؟ اللبن، لان لا ينتج هذا اللبن الا الله. اللهم ادر لنا الضرع، يعني نزل لنا اللبن في البهائم، وانزل علينا من بركات السماء، اي من خيراتها. وخيراتها المطر، لان في مطر يبقى في زرع، في زرع يبقى في اكل، في مطر يبقى في شرب. بس ده المطر هو الزرع، لان من غير مطر مش هيبقى في زرع. وانبت لنا من بركات الارض، اي من خيراتها، والمراد بها طبعا النبات والثمار وكذا. واكشف عنا من البلاء، يعني من الحالة الشاقة، ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك، والسين والتاء تدخل للطلب، يعني نطلب منك المغفرة، وهي العفو عن الذنب وعدم المؤاخذة عليه. إنك كنت غفارا، كنت ولم تزل، فأرسل السماء، السماء يعني السحاب، مش السماء اللي هي الجرم المعهود، فأرسل السحابة علينا مدرارا، يعني اجعل هذا السحاب الكثير المتكاثر ينزل علينا بالماء. انتهى الدعاء. ومن السنن التي ذكرها أصحابنا في هذا الموطن، قالوا ويسن أن يغتسل إن صادف وقت غسل مطلوب. يعني افرض أنه هو وهو بيدعي كده السماء نزلت المي، وكان الكلام ده قبل صلاة الجمعة، يسن له أن يغتسل بنية غسل الجمعة، أو إنه هو امرأة كانت حائض وكانت بتدعو وارتفع حيضها وانتهت عادتها، يبقى تنوي بذلك رفع حدث الحيض. وإن كان وقت وضوء واجب يسن له أن يتوضأ بنية رفع الحدث. طيب افرض ان هو مش وقت غسل ولا وقت وضوء، ماذا يفعل؟ قالوا ايضا يسن له ان يغتسل ولكن من غير نية، وان يجري الماء على اعضاء الوضوء ولكن من غير نية، حتى تحصل له بركة هذا الماء، لان الماء ده نزل ببركة بعد عناء وبعد دعاء وبعد رفع بلاء، فهو بركة وخير، فعرض نفسك للخير. والأفضل أن يجمع بين الغسل والوضوء، إنه يغتسل ويتوضأ. طيب عايز يقتصر، قال يقتصر على الغسل، قال مش عايز يغتسل، قال أدنى الدرجات إنه يتوضأ. ويسن أن يدعو عند المطر بما شاء، أي مطر، لما ورد أن الدعاء يستجاب في أربعة مواطن، ومنها الدعاء عند نزول الغيث. أول ما تشوف المطر نازلة كده ادع ربنا سبحانه وتعالى بقلب مخلص ومعتقد في أنه يجيب دعاءك.
ويسن أن يقول إثر المطر، أول ما يشوف المطر نازل كده يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني يضيف ذلك المطر إلى فعل الله سبحانه وتعالى، ويثني على الله بما هو أهله أن ذلك المطر ما كان وما حصل إلا برحمة الله. ويكره أن يقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، لأن العرب قديما كانت تضيف المطر إلى الكواكب وإلى النجوم، فجاء الشرع فمنع ذلك. أما لو اعتقد إن هذه النجوم وهذه الأفلاك هي التي أنزلت المطر، ده كفر خلاص، لأنه نسب لغير الله سبحانه وتعالى ما هو من فعل الله سبحانه وتعالى. في الوادي، يعني ويسن أن يغتسل في الوادي عند نزول المطر، والوادي ده اللي هو الحفرة، ينزل كده الحفرة كده، حفرة كده صغيرة، ويغتسل فيها من ماء السماء. ومثل سيلان الوادي، يعني إذا سال الوادي، يعني إذا سال ماء الحفرة، حفرة امتلأت كده، يخش ينزل يضرب غطس فيها ويطلع. النيل في أيام زيادته، لما النيل ميته تزيد يقول لك والله يستحب ان حضرتك تنزل تاخد لك كده ايه غطس وتطلع، ده قديما. اما دلوقتي هذه الاشياء مجرمة الا بصورة معينة حفاظا على ماء نهر النيل. طب نعمل ايه عشان نطبق السنة؟ يا سيدي استحم من الدش، معتقد ان الماء اللي بتجيلك دي بتجيلك من مية زيادة النيل. ويسبح للرعد والبرق بأن يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إذا رأى يعني سمع الرعد يقول هذا، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وعند رؤية البرق يقول سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا عشان تخاف منه، وطمعا عشان ترجوه وتدعوه. ويسن ان حضرتك ما تبصش كده ولا تتبع بصرك للبرق، لانه قيل انه يضعفه، بس المسألة دي بقى محتاجة الى اطباء في مثل هذا العصر الحديث الذي ظهرت فيه التكنولوجيا على اوسع نطاقها. طيب انتهينا من صلاة الاستسقاء، نبدأ بعد كده في باب جديد وهي فصل في كيفية صلاة الخوف. فصل في كيفية صلاة الخوف، يعني في الهيئة التي تصلى عليها الصلاة التي تحصل في الخوف، التي تقع في الخوف. ولذلك يقول لك في صلاة الخوف، الصلاة التي تقع في حال الخوف، أو احتمال يكون الخوف المراد به الخائف، يعني صلاة الشخص الخائف، فتبقى في الأولى الإضافة على معنى في صلاة واقعة في حالة الخوف، أو الإضافة تبقى على وضعها اللي هو صلاة الخائف، صلاة الشخص الخائف، تبقى الإضافة على معنى اللام، يعني صلاة خاصة بالشخص الخائف. يبقى إما تكون الإضافة على معنى في، وإما تكون الإضافة على معنى اللام. وصلاة الخوف هذه أفردها بالتصنيف أصحابنا لأنها يغتفر فيها وفي بعض هيئاتها ما لا يغتفر في غيرهم، لكن صلاة الخوف شروطها نفس شروط الصلاة التي تؤدى في غير الخوف،
أركانها نفس الأركان التي تؤدى في غير صلاة الخوف. طب ولماذا مع أنها مشتركة مع في الأركان وفي الشروط وفي الهيئة مع بقية الصلوات، لماذا أفردها أبو شجاع وكذلك بقية الأصحاب بفصل مستقل؟ قالوا لأنها يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. يعني إيه؟ يعني يتسامح في الصلاة التي تقع في الخوف ما لا يتسامح في الصلاة التي تقع في الأمن. وستأتي صور خالفت فيها تلك الصلاة للصلاة التي تقع في الأمن. وقالوا هي من خصائص أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرعت في السنة السادسة من الهجرة، من هجرات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وذكروا في دليلها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخره. وذكر أصحابنا أنها تصلى في السفر كما تصلى في الحضر. طيب بعد كده نأتي لتفاصيلها. وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. صلاة الخوف وردت فيها 16 سورة وستة عشر نوعا، غير أن سيدنا الإمام الشافعي اختار 4 أنواع فقط، لأن الأربعة ديت موافقة لنص القرآن. رقم 2 لأنها تشتمل على أقل منافي للصلاة التي تؤدى في الأمن، ده سبب اختيار سيدنا الإمام الشافعي. واقتصر المصنف هنا على 3 أضرب من أضربها، وترك نوعا رابعا اختاره الشافعي وورد فيه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يقول لك اقتصر المصنف على 3 أضرب، منها أحدها أن يكون العدو في غير القبلة، في غير جهة القبلة، فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة تقف خلفه، أي خلف الإمام، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم بعد قيامه للركعة الثانية تتم لنفسها بقية صلاتها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الثانية وهي تدركه بقى في الركعة الثانية، تصلي معه الركعة الثانية وتمضي بعد فراغ صلاتها إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت حارسة في الركعة الأولى، فيصلي الإمام بهم ركعة، فإذا جلس الإمام للتشهد تفارقه وتتم لنفسها، ثم ينتظرها الإمام ويسلم بها. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع، سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم، وقيل غير ذلك. واضحة جدا جدا الإمام، بس خلي بالك دي كمان فيها قصر، لأن شأنها أن تكون في، يعني شأنها أن تكون في السفر. يبقى هذه الصلاة هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، وصورتها كما في الكتاب أهو، أن يكون العدو في غير جهة القبلة، القبلة أهي، لكن العدو ليس في جهتها إنما في جهة مغايرة لجهتها، أدي واحد.
ولا بد أن يكون العدو قليلا، هذه اثنين، وأن يكون في المسلمين كثرة، هذه ثلاثة، شرط ثالث أهو. وهذه الكثرة مقيدة بأنها تقدر على مقاومة العدو، لأن في فرقة تصلي به مع الإمام، ويبقى في فرقة تانية تصد العدو، يبقى لابد أن تكون فيها كثرة، ولا بد أن تكون قادرة على المواجهة. طيب هيعمل بقى الإمام؟ قال يفرقهم فرقتين، يعني هنا 50% مثلا تصلي معي، و50% تقف في وجه العدو تصده، وفرقة تقف خلفه يصلي بها الإمام ركعة، ثم بعد قيامه للركعة الثانية، قام للركعة الثانية هي تقوم معه، هو بقى يفضل يقرأ، وهي بعد ذلك إذا قام للركعة الثانية تقوم هي تتم ركعة أخرى، فإذا صلت هذه الركعة وسلمت تمت صلاته، تروح تسلم تستلم من الفرقة التي تقف في وجه العدو، وهذه الفرقة التي كانت تقف أولا في وجه العدو تذهب وراء الإمام، فإذا ذهبت إلى الإمام صلت معه ركعة، والإمام يفضل يقعد يتشهد، يبقى الإمام صلى كده ركعتين، يبقى هي بقي لها إيه؟ ركعة، يبقى وهو بيتشهد تتركه ناوية مفارقته، ثم بعد ذلك تقف وتصلي الركعة الثانية، ثم بعد ذلك تتشهد، ثم بعد ذلك تسلم كما يقول، ثم بعد قيامه للركعة الثانية تتم لنفسها دي الفرقة الأولى، وتمضي بعد فراغها إلى وجه العدو تحرسه، وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت حارسة في الركعة الأولى فيصلي الإمام بهم ركعة، فإذا جلس الإمام تفارقه بنية الإيه؟ بنية المفارقة، يعني تقوم للإتيان بتمام صلاتها، لا تفارقه كمان من غير نية المفارقة، لأنه هنا قال لك لا تفارقه، يعني تقوم تكمل صلاتها، مش تفارقه يعني تنوي المفارقة، وتتم لنفسها، ثم ينتظرها الإمام، يفضل الإمام قاعد منتظرها، فإذا صلت الركعة وجات جلست معاه يسلم بها الإمام. طيب دي بقى اسمها إيه؟ قال لك ديت اسمها الصلاة ذات الرقاع، وسموها ذات الرقاع لأشياء متعددة. طيب نمسك بقى اللي احنا قلناه مع قيود ذكرت في الشرح، أن يكون العدو في غير جهة القبلة، دي صورة تكتب عليها كده صورة، ومثلها إذا كان العدو فيها أي في جهة القبلة، ولكن كان بين العدو وبين المسلمين ساتر، يعني العدو في جهة القبلة لكن الحمد لله بين العدو وبين القبلة ساتر، يبقى هنصليها برضك بصلاة ذات الرقاع. طيب ولا بد أن يكون العدو قليل العدد، طب وإيه ضبط القلة؟ قال ألا يزيدوا على المسلمين، يعني العدو لو كان 10,000 يشترط في الحالة دي أن المسلمين ما يكونوش أقل من 10,000، قليل بحيث لا يزيدون على المسلمين في العدد، وفي المسلمين كثرة أي بحيث يكون المسلمون مثل الكفار في العدد، فإن كان الكفار 200 كان المسلمون كذلك، فإذا صلى الإمام بالطائفة الأولى وهي 100 تبقى الطائفة الثانية في وجه العدو وهي 100،
كل واحد أمامه اتنين، 100 قدام 200، 100 من المسلمين أمام 200 من غير المسلمين، لأن كل واحد سيقاوم اثنين. وهكذا إذا جاءت الطائفة الثانية وصلت خلف الإمام وذهبت الأولى، ينبغي أن يكون يعني في العدد الكفار ضعفي المسلمين، بحيث تقاوم كل فرقة منهم العدو، وهذه أقل مراتب الكثرة، إن يبقى الواحد من المسلمين أمام اثنين كما ذكر. وهذا شرط لجواز هذا النوع اللي هو إيه؟ وأن يكون في المسلمين كثرة، اللي هو إيه؟ اللي احنا ذكرناه، إن هو الواحد يبقى أمام اثنين. طب لو الواحد أمام ثلاثة يبقى مش هنصلي الصلاة دي، لأن ده الشرط ده اللي هو واحد أمام اثنين شرط لجواز هذا النوع من الصلاة. ده كلام المحقق الباجوري، ولجواز صلاته أسفان وبطن نخل أذن، هكذا قال المحشي. والمعتمد أن هذا شرط للصحة في صلاة عسفان وشرط للسنية في ذات الرقاع وبطن نخل. في خلاف، بعض العلماء قال لا ده شرط لجواز هذا النوع، وبعض العلماء قال ده شرط للسنية. يعني ايه شرط للجواز؟ يعني لا يجوز أن نصلي هذه الكيفية إلا إذا كان كل واحد من المسلمين أمام نفرين من الكفار. إذا شرط إن احنا نصليها بهذه الطريقة. طيب ده يبقى شرط لهذا النوع، وقيل هو شرط للسنية مش شرط للجواز، يعني حتى ولو كان الواحد أمام ثلاثة يجوز إن احنا نصليه، بس مش هذه السنة. ولو صليناها صلاتنا صحيحة، والنوع ده يبقى جائز. ولكن عندما يزيد عدد الكفار عن ضعف المسلمين الذين يقاومونهم لا تكون هذه الصلاة هي المسنونة في هذا الوضع. لكن لو صلينا هذا النوع وهو صلاة ذات الرقاع، الصلاة صحيحة لكننا لم نفعل السنة. قال وشرط للسنية في صلاة ذات الرقاع وبطن نخل، ماشي، لأن هو المحشي البرماوي بيقول لا ده شرط لجواز هذا النوع، والشيخ الباجوري بيقول هذا شرط للصحة في صلاة عسفان، وشرط للسنية في صلاة ذات الرقاع وبطن نخل. ثم قال ولا تجوز صلاة نوع في غير محله، فإن كان العدو في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر فهذا محل صلاة ذات الرقاع، فلا تجوز فيه صلاة عسفان ولا بالعكس. واضح. قال فيفرقهم، الصورة بقى، فيفرقهم الإمام فرقتين، يعني هيجعل الفرقة الأولى 100 والفرقة الثانية على سبيل المثال 100. فرقة تقف في وجه العدو تواجهه وتجابهه، وفرقة تقف خلفه بعد ما ياخدهم بقى في مكان بعيد عن السهام وبعيد عن النبال وبعيد عن وصول العدو إليه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، فإن صلى بها صلاة تامة، افرض إنهم ما صليش ركعة تامة، ده الأصل كده يصلي، يعني ده السنة يصلي ركعة وصلاة ركعة،
افرض ان هو صلى الركعتين وهي عند التشهد ذهبت وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بها صلاة تامة أيضا، يعني هو صلى بهذه صلاة تامة مش التشهد وسلم بهم ركعتين ثم ذهبت الأخرى وجاءت هذه وصلى بهم ركعتين كذلك، فهي صلاة بطن نخل. ولا خلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل هنا، لأن احنا قلنا ايه؟ قلنا ان هذه الصلاة العدد المضاعف شرط لسنية هذا النوع في هذا الوضع، لكن لو افترضنا انه صلى بهذه الصلاة تامة وبهذه الصلاة تامة صحت، ولا خلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل. ليه؟ قال لأنه هو هيصلي صلاة الظهر ركعتين بالفرقة الأولى ويسلم به، يبقى حصل له ايه؟ حصل له صلاة الظهر. فإذا جاءت الطائفة الثانية صلى معهم، طب الثانية هتبقى ايه؟ هتبقى نفل. يبقى هو نيته نفل ونيتهم هم فرض. الايه؟ ما هي الثانية بتبقى نافلة على على التمامين وهكذا الإعادة وهتبقى نافلة. وهذا النوع اللي هو بطن نخل أسقطه المصنف من الأربعة التي اختارها الشافعي كما مر، وهو يجري في الصلاة الثنائية وغيرها، اللي هو صلاة بطن نخل بتجري في الثنائية الرباعية والثلاثية. فإن صلى مغربا على كيفية ذات الرقاع، سؤال أهو، لو هو يصلي ركعتين خلصنا، طب لو هيصلي ثلاثة قال لك يفرقهم فرقتين، الفرقة الأولى تاخد ركعتين والفرقة الثانية تاخد ركعة، يعني وهو قاعد بيتشهد انتهت صلاة الفرقة الأولى تقوم تأتي به يعني الركعة المتبقية ثم بعد ذلك تختم وتتم لنفسها ثم بعد ذلك تذهب إلى مواجهة العدو ثم بعد ذلك تأتي الطائفة الثانية، فيفرقهم الإمام ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه الجائز أيضا. طب افرض أنه عكس صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين الجائز، ولكن الأفضل أن يصلي بالأولى ركعتين وأن يصلي بالثانية ركعة وينتظر مجيء الثالثة في قيام الثالثة، وهو قائم مش هو جالس هو قائم، وهو أفضل من انتظاره في جلوس تشهده، ويجوز أيضا وهو جالس، ولكن الأفضل والأحسن وهو قائم. أو صلى رباعية، رباعية هيبقى الحمد لله محلول، تاخدوا انتوا اتنين ودول ياخدوا اتنين. طب افرض ان هو اربع ركعات هيقسمهم اربع فرق، بكل ركعة فرقة، قالوا يجوز، لكن في الصورة ديت هو هيسجد للسهو. وهنا مسألة يعني اصله كمان المحقق الباجوري اتى بما لا بد منه، وسهو كل فرقة محمول على الامام في اولاهم، يعني لو حد منهم سهى خلف الإمام يتحملها الإمام لأنه هو مقتدي بالإمام، سواء كان مقتدي بالإمام حقيقة أو مقتدي بالإمام حكما. يعني إيه حقيقة؟ أنتوا معانا ولا مش معانا؟ طيب، حقيقة لأنه هو بيتابع الإمام، يعني الركعة الفرقة الأولى هتقوم وتصلي مع الإمام الركعة الأولى في الثنائية، يبقى هي كده بتصلي خلف الإمام حقيقة، فلما تصل إلى الركعة الثانية الإمام يقف يقرأ وهي تبدأ تكمل وراه، بس هو واقف وهي ركعة وهي سجدة
مقتدية به حكما. ولذلك لو هي في الركعة الثانية الفرقة التي خلف الإمام سهت، الإمام يتحملها. لماذا؟ لأنها مقتدية بالإمام حكما، لكنها في الركعة الأولى مقتدية بالإمام حقيقة، في الركعة الثانية مقتدية بالإمام حكما، لأن الإمام واقف وهي راكعة وهي قائمة من الركوع وهي ساجدة وهي قاعدة وهي بتتشهد وهو واقف من خلف. ولذلك بص بقى دي المخالفة اهي التي سمح فيها عن صلاة غير الخوف. ثم فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم بعد قيامه للركعة الثانية فتنوي المفارقة منه بعد القيام ندبا، بعد قيامه للركعة الثانية الفرقة ديت يندب لها، الفرقة الأولى أن تنوي المفارقة بعد القيام ندبا وعند ابتدائه جوازا، يعني عند القيام يندب لها وهو قائم كده يندب لها أن هي تفارقه، وعند ابتداء القيام الله أكبر يجوز أن تفارقه، وعند ركوعها تفارقه وجوبا. لكن يترتب على ذلك الوجوب الإثم لو لم تفعل، لو لم تنوي المفارقة عند الركوع لا البطلان. طب افرض ما نويتش المفارقة هتبقى آثمة. طب الصلاة باطلة؟ قال لا، إذ لا تبطل صلاتها إلا بالهوي للسجود، لكن مش في الركوع، يعني هو في الركوع وجب عليها أنها تنوي المفارقة. طب هي ركعت ولم تنوي المفارقة هي آثمة. طب متى تبطل صلاتها إذا لم تنوي المفارقة؟ إذا شرعت في الهوي إلى السجود. ليه؟ قال لأنها سبقت الإمام بركنين. ثم قال تتم لنفسها بقية صلاتها بعد نية المفارقة، طبعا بقية صلاتها اللي هي الركعة الثانية، وتمضي بعد فراغها، بعد فراغ صلاتها إلى وجه العدو تحرسه. وهنا الشيخ بيقول ويسن لهم تخفيفها لئلا يطول الانتظار. يعني ما يصلوش بقى الركعة الثانية بسورة البقرة ويعني يطيلوا في الركوع ويطيلوا في السجود وفي التشهد، لا، يسن لهم أن يخففوا الصلاة، وكذلك يسن للإمام أن يخفف بهم الركعة الأولى. ليه؟ لأن هم دماغهم وقلوبهم مشتغلة بالحرب. ويسن له تطويل قيامه للركعة الثانية علشان خاطر الفرقة الثانية تأتي وتلحق به فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة في زمن انتظاره للفرقة الثانية. ابدأ في سورة البقرة حتى تأتيك الفرقة الثانية. ويتشهد في جلوسه لانتظارها في التشهد الأخير، ويسن لهم التخفيف في ثانيتهم والإمام منتظر لهم، لأن الإمام هيبقى قاعد ومنتظر حتى ينتهوا من الركعة الأولى ويلحقوا به بعد ذلك. ويسن لهم التخفيف في ثانيتهم لأنهم يصلوا الأولى معاه، وبعد ذلك هو هيجلس ينتظرهم وهم هيقوموا يأتوا بالركعة الثانية. خفف الركعة الثانية بقى، انجز، ما حبكش ان انت تطول وان انت تمد صلاتك في مثل هذا الموقف الخطير. الناس في حرب ويواجهون العدو، قول طب ما هو مع المواجهة احنا محتاجين
ان احنا نتضرع الى الله وعايز يصلي 15 ساعة. طب والثغر ده اللي احنا بندافع عنه اكيد وهابي، وحد بيفهم فهم غلط الا الوهابية منكوس الفهم. وتأتي الطائفة الاخرى اللي هي الفرقة التانية التي كانت تحرس خلصنا منها، فإذا جلس الإمام للتشهد تفارقه، أي تقوم للإتيان بتمام صلاتها من غير نية مفارقة وتتم لنفسها، ثم ينتظرها الإمام ويسلم معها في التشهد. وهذه صلاة، يعني هذه الكيفية صلاة ذات الرقاع. ذات الرقاع ده اسم من نجد، اسم مكان موجود في أرض غطفان، وكذا بطن نخل اسم موضع من نجد، اسم مكان. وصلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل، وكل منهما أفضل من صلاة عسفان كما اعتمده العلامة الرملي. طيب وفي سبب التسمية اختلف علماءنا، فقيل سميت بذلك لأن الصحابة لفوا بأرجلهم الرقع، يعني رجليهم لما يعني تقطعت بسبب ما حصل لهم من المشي في الجبال وإلى آخره، لفوا على أرجلهم الرقاع، كانش في إلا بيادات ولا شرابات ولا جزء ولا في كلام دوت. والثاني من الثلاثة أضرب، والثاني الإمام البجوري يقول لك وكان الأنسب أن يقول ثانيها لأنه قال أولها، أو يقول أحدها يبقى ثانيها بقى، هو قال في الأول أو أحدها، وهنا كان ينبغي بدل ما يقول والثاني يقول وثانيها، مش مشكلة. أن يكون في جهة القبلة في مكان لا يسترهم عن أعين العدو شيء، وفي المسلمين أهو، يبقى ده النوع الثاني. يا ابني سهلة والله، ده ما فيش أسهل منه. والشيخ الباجوري كأنه اختصر فيها اختصارا شديدا بس كده. طيب خلاص احنا نقف عند هذا، لأنه برضك يعني العقول لا تتحمل أكثر من هذا. نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة يوم الجمعة القادمة، بس بعد كده هيبقى لنا ماشي بإذن الله نكملها. الصلاة على الميت ودبها ماشي. خد من الكتاب ده بتاع مين ده؟ ملوش إلا جلدة واحدة بس، خد طيب يا أخوانا إن شاء الله يوم الخميس القادم ندعو كل الحضور لحضور ختام كتابين، وفقنا الباري سبحانه وتعالى لختامهما. الأول كتاب ابننا الشيخ خيري شرح الورقات، وسيكون إن شاء الله ختامه يوم الخميس معي، والفرع بالأصل أنسب، وختم كتاب غاية المأمول شرح ورقات الأصول للفقير إلى الله إن شاء الله أيضا يوم الخميس القادم، سيكون ختام الكتابين بإذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم في حفل إن شاء الله. يعني ممكن نقتصر علينا احنا بعضينا كده، مش هنجيب حد، أنا بالنسبة لي مش هجيب حد، هيبقى احنا مع بعضنا كده ان شاء الله
نختم الكتابين ونجيب حد كده يمدح بإذن الله تعالى، ونجيب كم طالب كده اللي عايز يقول كلمة، عايز يعمل حاجة، عايز يقول مدح، ثناء، إطراء، عايز يقول هجو، ما يهموش، يقول زي ما يقول. فإن شاء الله يوم الخميس يعني أدعوكم بعد إذن القائمين على الرواق لحضور ختم كتاب غاية المأمول. والحمد لله قرأناه فين إسماعيل؟ قرأناه في كم محاضرة يا إسماعيل؟ الواد إسماعيل سافر ولا راح فين؟ في الهمام، أنت داخل الهمام دلوقتي يا إسماعيل؟ كم يا تقي؟ 66 محاضرة ولا 67؟ بيوم الخميس هيبقى كام؟ مش امبارح كان كام؟ يبقى يوم الحد ان شاء الله 67، يوم الخميس 68. ختمنا الحمد لله في 68 محاضرة بإذن الله، يعني بتقدير الحد والخميس القادم ان شاء الله. الشيخ خير، ما اعرفش وانت عملت في كم محاضرة؟ لكن كم بقي لك؟ انت يوم ايه؟ يوم الاربعاء ولا يوم ايه؟ قرأنا شروط المستفتي. متى درسك؟ كل يوم الاربعاء. ايه مش انت بتكون معايا الاربعاء؟ تتركني وتأتي للمحاضرة؟ ولا يمكن انت بتكون هنا وبتكون هنا؟ عرفني بس، يعني انت ممكن يعني يبقى المثال معايا والاصل هنا، او الاصل معايا والمثال هنا. طيب، وان شاء الله تبارك وتعالى اخونا الشيخ خير ايضا بارك الله فيه يختم الورقات في اليوم الذي اقوم فيه انا بختم غاية المأمون. فستكون حفلة الله اعلم هل فيها شيء يذبح، وهل فيها شيء يعني يوزع على طلبة العلم، ولا فيها يا رب ننتصر الغيثة من السماء. أنا ممكن نصلي صلاة استسقاء. يعني ممكن نصلي صلاة استسقاء يعني طلبا لإيه؟ للمدد من السماء. واخد بال حضرتك؟ فمش مهم، احنا أهم حاجة عندنا إن احنا ختمنا كتاب وقمنا بعمل الحمد لله طيب على مدار عام كامل. احنا بدأنا من 25/8 صح؟ من 25/8 إلى يوم 17/8، يعني بالضبط سنة إلا أسبوع، شيل منها شهر رمضان يبقى 10 أشهر و3 أسابيع بنقرأ في الكتاب. والحمد لله أعتقد أننا لم نتخلف إلا محاضرة أو محاضرتين، والمحاضرتين دول كانوا يعني للقاء عظيم من عظماء الدنيا، أخي بالك. فمن أجل ذلك اعتذرنا، أما عدا هذا الحمد لله لم تجري عادتي باعتذاري عن دروس العلم إلا قليل، والحمد لله هذا بفضل الله وليس بجهد منا، إنما هو بمحض توفيق المولى سبحانه وتعالى. فإن شاء الله كلكم يوم الخميس القادم مدعوون لختام كتاب غاية المأمول شرح ورقات الأصول للإمام الرملي، وكذلك مدعوون لختام كتاب الورقات للإمام أبو المعالي الجويني بشرح الشيخ خير النظام. انت بتشرحهم بالعربي ولا بالملاوي؟ بالملاوي. خلاص يبقى ابقي يعني قطعة ايه تشرحها في هذا اليوم. انت مفروض اصلا ان انت اللي تقوم بشرح غاية المأمول، ولكن انت يعني متواضع وتحب دائما الخفاء، طب خليك هكذا حتى تختفي من الدنيا واللي فيها. فمبروك عليكم، ومبروك على هذا الرواق الطيب، ومبروك على القائمين على هذا العمل، لان دي نتاج سهر، نتاج جهود متضافرة من أمين الصندوق، ها؟ أمين الصندوق مع بقية الإيه؟ مع بقية الفريق. لكن الختام هيكون هنا ولا هيكون تحت؟ وإن شاء الله كمان ولا افتتاحها كمان افتتاحها ولا افتتاحها هيبقى بعد كده؟ ممكن نستقبله يوم الخميس.
هيجي ان شاء الله، وان شاء الله هيبقى الختام باذن الله بعد استئذان طبعا الاداره، لان نعتقد ان الرواق الجوي مؤسسه تعليميه قويه ان شاء الله باخلاص القائمين عليها واخلاص كل المساهمين سواء كان خارج القطر او داخل القطر، كل هؤلاء تضافرت جهودهم وتعاونت من اجل ان يتم هذا العمل الرائع. كتب تقرا بطريقه يعني مدققه، وعلوم تشرح، ويعني طلبه يتخرجون منها كيعني المدارس العلميه القديمه، فهذا جهد عظيم، وهذا الجهد يحتاج منا دائما الى دعم صدقا، دعم اما بالدعاء ودعم اما بالرنجت ان استطعنا ان نترنجت. ما هو كده ترنجت يعني دفع الرنجت. ان استطعت، ان لم تستطع فلتدعو، ان لم تستطع فلتاتي ولتساهم بالحضور وبالقراءه والمذاكره، عسى ان تكون عنصرا مؤثرا بعد ذلك في التدريس والاقراء في هذا المكان، لان هذا المكان ان شاء الله يعني سيقوم عليه بعد ذلك نبهاء ونبغاء طلبة العلم من الذين يحبون الأزهر وعلى منهج الأزهر إن شاء الله تعالى. وهذا بالفعل هو اللي حاصل، إن في أجيال متعاقبة، في أجيال الكبار وأجيال المتوسطين وأجيال كل يدرس، كل من كان عنده مقنع الحمد لله. نعتقد إن يعني القائمين على الرواق لا يقفون أمام جيل عن جيل، جيل الناس الكبيرة بتدرس، جيل الناس الوسط بتدرس، جيل الناس المبتدئين اللي هم يعني يستطيعوا ايصال المعلومه بيدرسوا، دي حاجه جميله. احنا لما يعني بدانا التدريس علمنا شيخنا حفظه الله وابطال لنا في عمره اننا ندرس بجواره، كان يدرس ونحن كنا ندرس، والشيخ خيري شاهد على هذا. تواصل الاجيال هذا جميل. فاسال الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، وهو يوم مش يوم العظيم خلاص، احنا داخلين على يوم السبت مش يوم الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يسر لنا العيوب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يبارك في كل من قام على هذا العمل وأن يعطي كلا درجته وأجره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا وأن يغفر لمشايخنا وأن يرضى عن الجميع، إنه هو القادر على ذلك، إنه هو الذي يرجى، إنه هو الذي يؤمن سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا لقلب يا لقلب سرور قد تولى، يا لقلب يا لقلب سرور قد تولى، بحبيب بحبيب عم الألام نوالى، بحبيب بحبيبي عم الألام نوالا. يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى، يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى، بحبيب بحبيبي جل من شاء وجل من شاء فالوجود بنوري، غمر الكون وغمر نهجته وجمالا، قد ترقى قد ترقى في الحسن أعلى مقامي وتناهى
قلب يا قلبي سروره قد توالى بحبيب لحظته الغير في ما اجتلته بشرا كاملا يزي حب لالا ومن فاق علم ما قد رآته رفعة في رفعة في شعوري وكمالا يا قلب يا قلب يا قلبي سروره قد توالى بحبيب أما لنا من والى بحبيب وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا